السياسي الفلسطيني من طيب من القاهرة. مساء الخير يا دكتور أسامة. مساء النور. كيف يمكن النظر إلى هذه الهدنة؟ هل هي فعلا هدنة دائمة؟ هل الجانب الإسرائيلي سيلتزم بها؟ هل الفصائل الفلسطينية ستلتزم بها أيضا؟ يعني في البداية نترحم على أسر شهداء فلسطين وضحاياها وأطفالها ونساءها الذين سقطوا، ونتمنى الشفاء العاجل، ونتمنى السلامة لجرحانا الفلسطينيين الذين كانوا ضحية هذا العدوان الهمجي الصهيوني البربري على شعب فلسطين. في الحقيقة قبل قليل أعلن الرئيس الفلسطيني عن التوصل فعلا لوقف إطلاق النار وتهدئة من جانبين، الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي، ولكنه أعلن من جانب واحد. إسرائيل أيضا أعلنت من خلال يدعوت أحرنوت، الكابينة الإسرائيلي أكد ذلك، وهناك إجماع في الكابينة الإسرائيلي باستثناء بنات العضو الوحيد في الكابينة الإسرائيلي كمجلس وزراء إسرائيلي مصغر، فنحن نتحدث عن 7-1 معارض، ولكن هناك إجماع في إسرائيل على وقف إطلاق النار. طيب. هذا الوقف لإطلاق النار جاء بالنتيجة في المحصلة الأخيرة، جاء نتيجة الجهود الجبارة والحقيقية والتي نعتز بها وشكرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوقف هذا العدوان ووقف نزيف الدم قبل أي اعتبار آخر. يتزامن مع ذلك، وهي مداخلة بسيطة، يتزامن مع ذلك رفع جزئي للحصار وفقا لما أو رفع الحصار وفقا لتفاهمات 2012 اللي يقضي ب 6 ميل من الصيد البحري، مساحة 6 ميل، وتقضي بفك الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر التجارية لإدخال المنتجات البضائية بشكل عاجل وإنساني للناس والمواطنين وبشكل عاجل. يعني دي يعني ما جاء في هذا الاتفاق، شروط الاتفاق. نعم. الاتفاق هو يقضي بأمور محددة، هو رفع الحصار وفقا لترتيبات كانت مسبقة، بمعنى لا يوجد جديد على قضية فك الحصار بالنسبة للمعابر مع الاحتلال الإسرائيلي، بالنسبة للصيد البحري، بالنسبة للحزام الأمني، بالنسبة للاغتيالات، كل ذلك متفق عليه مسبقا من 2012، تم اتفاق على ذلك. ولكن الجديد في الأمر أن هناك طرح جديد لفكرة إعادة إحياء المفاوضات اللي هي طبعا بخصوص وقف إطلاق النار وتثبيتها إلى أمد طويل، متزامنة مع إفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل بعد صفقة شليط مع أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الذين قامت باعتقالهم إسرائيل، زائد الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم في قطاع غزة أثناء العملية البرية، إضافة إلى ذلك أسرى الخليل الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم، كل ذلك يعني سيتم التفاوض عليه لاحقا مع في تبادل أسرى، لعملية تبادل أسرى الجندين الإسرائيليين الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية. طيب. على الجانب الآخر أيضا هناك قضية المطار وقضية المعبر وقضية ميناء غزة البري ومطار رفح الدولي، إعادة تشغيلهم والبحث في إعادة تشغيلهم وكيفية ترتيب وضعهم بإيجاد آلية على الأقل عاجلة لتوفير كل الاحتياجات اللازمة والضرورية لاستئناف العمل فيهم ولاحقا يعني فك الحصار. دكتور أسامة، دكتور أسامة عفوا، يعني هل نحن بصدد إعادة لمشهد سبق العدوان الإسرائيلي على غزة، إعادة للمشهد ما قبل 7 يوليو؟ نعم، هو لا حتى هذه اللحظة، ولكن أنا أتحدث في وقف إطلاق النار مبدئيا بخصوص الإعلان، هذا الإعلان يعني لا يقضي إلى ذلك، هو يقضي إلى استئناف المباحثات في خلال شهر ما بين الطرفين برعاية مصرية أيضا وجهود مصرية أيضا، وهذه تؤكد على أن مصر ستظل دورها المحوري والمركزي في إحياء جهود عملية السلام، لأن هناك أيضا القيادة الفلسطينية تجتمع الآن في اجتماع مغلق وعاجل، يعني اجتماع طارئ هذه اللحظات اللي أنا أتحدث فيها. هناك مشروع مبادرة أعلن عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس غير واضح المعالم، سيتم بعد الخروج من هذا الاجتماع الإعلان عنه بالاتفاق مع مصر، والاتفاق مع في خلال جولة الأخيرة إلى مصر وقطر تم الاتفاق، وهو يعني هذه ليس يعني لا أسر عليك عندما أقول لك أن الرئيس قالها بشكل مباشر في حلقة ضيقة مع مجموعة من الصحفيين والمقربين
في مقر الضيافة هنا في القاهرة قالها لنا أن هناك مفاجأة ستكون حقيقية، واتفقت مع كل الأطراف العربية على ذلك. يعني أعتقد أن قطر في الصورة ستكون ولن تكون بعيدة عن هذا هذه المبادرة الفلسطينية. وهذا ما يدفعني يعني لسؤالك يا دكتور أسامة. يعني أنا قبل قليل وأنا بتصفح المواقع شفت على بي بي سي تصريح لأحد قيادات حماس بيقول بالنص الواحد هذا ليس اتفاقا ولن يكون، بل تفاهمات دعت إليها مصر وتنص صراحة على فتح المعابر ورفع الحصار وإعادة الإعمار مقابل وقف إطلاق النار. هل القيادة الفلسطينية متجانسة وعلى قلب رجل واحد إزاء التوصل إلى هكذا خطوة؟ نعم، بما أن الرئيس الفلسطيني أعلن عن هذه التفاهمات وقف إطلاق النار ولم يشر إلى أي تفاصيل، أنا أتحدث لك باجتهاد يعني سياسي عن هذه التفاهمات من خلال ما يعني ما ورد إلي، ولكن لم يعلن عنها الرئيس صراحة. أعلن عن وقف إطلاق النار مقابل تفاهمات ونقطة، لكن لا يوجد تفاصيل في هذه التفاهمات. التفاهمات التي قلت لك هي بناء على اتفاقيات مسبقة، بمعنى أن كانت الورقة المصرية التي تم الحديث عنها مسبقا والمعدلة وأخذها الجانب الإسرائيلي وتخلى عنها هناك ومزقها وألقاها في وجه الوفد الفلسطيني وعاد إلى تل أبيب، وبالتالي هذه الورقة أعيد إحيائها. بمعنى آخر أنه بدلا من أن نكون نعود لوقف إطلاق النار ومن ثم نبدأ في التفاوض، لا، نوقف إطلاق النار على أساس رفع الحصار ومن ثم نبدأ في التفاوض على القضايا العالقة الأخرى. بمعنى هذه القضايا التي كانت مصر يعني تم تجزئتها، رفع الحصار أولا وفك المعابر مقابل وقف إطلاق النار، ثم نتفاوض في خلال شهر من هذه اللحظات على وقف إطلاق النار الدائم والتام، في أيضا موضوع الصيد البحري امتداده لما بعد 12 ميل وفقا لاتفاقيات السلطة الفلسطينية مع إسرائيل أو أوسلو في عهد أوسلو 1994. يا دكتور أسامة، عفوا يعني على المقاطعة، هل تضمن القيادة الفلسطينية ألا يخل طرف بشروط هذا الاتفاق؟ نحن يعني كجانب فلسطيني نأمل أن يكون هناك التزام من جميع الفصائل، وأنت تعرف أن الفصائل الفلسطينية يعني بصعوبة بالغة استطعنا أن نكون هناك وفدا فلسطينيا حقيقيا. أتمنى من الله أن يكون جميع الأطراف الفلسطينية وتحديدا الفصائل الفلسطينية التي خارج منظمة التحرير أن تلتزم، لأن كل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لديها الحس والمسؤولية العالية بوقف إطلاق النار أولا. هناك ربما يكون هناك بعض الأشخاص الذين يخرجون عن الإطار بشكل فردي أو كذا، لا أعرف بالضبط، ولكن نتمنى بكل الأحوال أن يكون هناك التزاما، وأنا أثق بأن هناك رغبة حقيقية لدى جميع الأطراف أن يكون هناك التزاما وطنيا وأخلاقيا، باعتبار أن الكارثة الحقيقية. دكتور أسامة، أنا بشكرك وبستأذنك بس.